عليكم ورحمه الله. سميتها بعد خوتي، بغيت هذا النداء ديالي يوصل، هذا النداء ديالي بغيته يوصل لسيدنا باش ولدي ما تحرمش من امه، حيت امه اللي عانات معاه، امه اللي وقفت معاه، امه اللي تعذبت معاه، بغيت هذا النداء يوصل. علاش المحكمه؟ حيت جاب شهود زور قالوا بلا ولدي ملي طلقنا 11 عام وهو مع باه، وفين انا اللي كنت كنعالج ولدي؟ فين انا اللي كنت غادا مع ولدي للرباط جايه؟ فين انا دايره لولدي كرسي بمليون، انا دايره لولدي عمليه بمليون على الدروس وبلا العمليه ديال الراس في طبيب الراس في شيخ زايد في كلينيك بنوروج في شيخ زايد. انا اللي عانيت مع ولدي، يجبد با الا عنده شي حاجه يجبدها، الا داير لولدو شي حاجه ويستحق ياخذ ولدو ياخذه. انا اللي درت مع ولدي هادشي، انا ولدي اللي خصو يبقى معايا. انا انا كاريه، انا عارف ديور الكره، رزق ولدي كيتمتعوا فيه ولاد راجل اخر، وفي الاخر بغاو ياخذوا ليا ولدي. علاش؟ قال القداسه هي ما عندهاش، انا عندي. علاش هاد الولد عتربيه امه؟ عتقابل بناته وعتقابل ولده، عتقابل ولدي انايا، ما تقابلش ولدي يلحو في الركنه. الخدامه عتقابل ولدي، عتصارع على ولدي، عتقلب ولدي. انا بغيت هاد النداء ديالي يوصل للناس ويوصل للمسؤولين. ولدي ما داش الاكسجين في القرعه. ولدي ولدتو 20 يوم وانا في بيت الخطر، ملي ولدتو داروا في القرعه، ما داش الاكسجين في القرعه، من تما بدات المعاناه. زيد في 2005 من هادي 14 عام ولدي انا معاه في المعاناه، 11 عام ديال الرباط. هاد شهر واحد العام اللي فات نعست بيه في سبيطار الغابه، هادي شي 20 يوم نعست بيه في سبيطار الغابه. وفين هاد؟ فين هاد؟ هاد با واش هو اللي كان كيصارع عليه؟ هو اللي كان كيعالجه؟ الا يدلل بشي حاجه، علاش المحكمه ما طلبتش هادشي وانا ما استمعوش لهادشي ديالي؟ الشهود ديالي ما استمعوش ليهم، ما عطاونيش وقت. انا ملي بغيت نهضر قدام الشهود ديالو قالت لي القضيه نخرجك لبرا، هنا ماشي سوق، ماشي مارشي هذا كنهضروا فيه. ملي بغيت ندافع على حقي ما استمعوش لي انايا. ها الورق عندي، ها الحجج عندي، باش كنت كناخذ الدواء للفارماسيان بلا كارت ديالي، ما يمكنش اجي خد الدواء. شحال كنت تقام عليك الدواء ديالك؟ ولدي تقامت علي العلاج راه شي 19 مليون. واش مرات تبا عاد دير لولدي الاسعافات في الليل؟ واش مرات تبا عاد دير الدواء لولدي في نصاصه الليل؟ الا جاتو الغيبوبه عاد دير له الدواء؟ تجي مثلا شي حال تجي بحال الضيقه ولا شنو؟ اه ولدي كيتخنق، ضروري خصو الاسعافات في الليل، ونهزو في الليل ندير الطبيب في الليل. ولدي مريض كتجي الغيبوبه كيجي لك خيز، ما كاينش اللي يعرف ليه من غير امه ولا اختو، هادشي اللي يعرف ليه. الشخص ديال الحاله ديالو شنو قالوا له؟ عنده الماء في الراس.